والحج السياحي عدى ما كانش اكتر، يعني تحديدا كام، 400,000 جنيه. يعني غالبا علشان تحج حج سياحي اعتقد مش اقل من 500,000 جنيه، ممكن يبقى دي تكلفة الحج السياحي. وفي اعلى، في اعلى، في بقى السريع، وفي تفاصيل كتيرة قوي. خلينا نعرف، لأنه الحقيقة من دقايق ظهرت قرعة الحج السياحي، خلينا نعرف التفاصيل. وخليني أرحب على التليفون بيكلمنا في هذا الملف الأستاذ ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة. أستاذ ناصر، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم، أهلا بيك. اهلا كل سنة بيك، وحضرتك طيب. الله يخليك وانت بصحة وسلامة. إحنا بنتكلم في 500,000 جنيه السنة دي الحج، ها؟ لا انتوا يعني الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ احنا عندنا تدرج الحج السياحي بيبدأ من 130,000 جنيه، اللي هو الحج البري ده البري ده تمام. ارخص حج في مصر. طيب نيجي نخش الحج الاقتصادي، عندنا ب130,000 بخلاف التذكرة لحج طيران. ده طيران زي يعني البري، بس ضيف له لو قلنا التذكرة. التذكرة في ب20,000 يبقى الحج ب150,000. التذكرة ب20,000 دلوقتي؟ نفترض هتبقى ب20، أقل تذكرة ب20,000، أقل تذكرة ب20,000. ده لغاية دلوقتي، لكن اقصد يعني سعرها مش محسوم، مش كده؟ ما هو مش احنا اللي بنحدد ما السعر. انا فاهم، مفهوم. طيب يبقى احنا لو قلنا اعلى درجة في 130، الحج كامل سياحي اعلى درجه في الحج 310، اللي هو الخمس واللي قدام الحرم دي من غير اعلى حاجة التذكره، عندك ده اعلى حج من غير الطيران، من غير الطيران. لو من قلنا غير التذكره هتنزل مثلا ب40,000، هيبقى الحج ب350,000 جنيه. طيب يعني طب ان الارقام بقى اللي ب500,000، حضرتك انت عارفه في ناس بتطلب في اي بي حج بمواصفات خاصه. الفي اي بي بقى اللي هو ده انا مش الحج بسعره اصلا، السريع. انا ما بسعروش اصلا، انا كوزاره ما بسعرش البرامج دي، لان دي عميل بيطلب تفاصيل التفاصيل، بيطلب طياره خاصه، بيطلب خيمه في منى وعرفه لوحده، لا بس ده مش بيطلب كتير، سويت. ده مش كتير استاذ ناصر، لا لكن دول بيمثلوا مثلا 5% من الحج المصري، 3% من الحج المصري، مش كتير. 5% 3% من الحج المصري بيطلب انه دول يبقى عنده خيمة دول خاصة دول دول وطيارة خاصة ايوه دول فئه، يعني لو قلنا السنه دي الحج 16,000 اللي هيطلعوا من مصر الحج السياحي، ده نقول اخر مثلا رقم؟ لا ده الحج بتاعنا اللي هو ما انا الرسمي، فاهمة، اقصد ده اخر الرسمي رقم. 16,000 اللي هم الحج السياحي، تمام، ماشي، دول هيطلعوا من مصر. وارد زيادة العدد اقصد. لا زيادة العدد دي بتبقى تأشيرات بقى، المجاملات والحاجات دي مش تبعنا. لكن دلوقتي في بخلاف بقى 16,000 اللي هيطلع السياحي بخلاف الداخلية، الحج الداخلية القرعة والتضامن. والتضامن والهيئات. تمام. طيب احنا لو قلنا انه في 1,000 زبون بيطلبوا طلبات خاصة، بس ما دول ما اعتقدش ألف، بيخشوش معانا في القرعة بتاعت ما الحج اعتقدش السياحي. دول 1,000، دول اكتر استاذ لا ناصر. نقول 2,000 ما بيخشوش معانا في قرعه الحج السياحي، لان قرعه الحج السياحي السنه دي اشترطت ما يكونش حج ما دي عمره شروط ما بقى حج. عايز اسمعها بقى، حتى تبعكم كحج سياحي الحج لازم السياحي كانت الدوله حاطه شروط للحج المصري عموما، مش الحج السياحي بس، انه كان عمره ما حج، بالاضافه ان السن للسيدات 45، بالاضافه الشروط دي للحاله لاول الصحيه. مرة تتحط؟ نعم، الشروط دي لاول مرة تتحط؟ لا الشروط بتاعت الحج لاول مره اتحطت السنه اللي فاتت، اللي لا عمره ما حج اتحطت السنه اللي فاتت. ال 45 45 دي للسيدات اللي بدون للسيدات. محرم اللي معهمش مرافق. الحاله الصحيه السنه دي بس سددت شويه، انه يكون لائق صحيا، ما يكونش عنده اي مشاكل ولا امراض مزمنه، فلازم بيجيب شهاده من مراكز تبع وزاره الصحه معتمده. الكلام ده كله بيخش القرعه. السنه دي الحج السياحي كان عليه اقبال، اللي سجل عندنا 73,000، اللي كانوا عايزين يطلعوا السنة دي 73,000، اللي فازوا 16,000، واللي فازوا 16. فاللي ما تمام. وفقوش طبعا احنا طبعا بنبقى زعلانين عليهم برضه.
لانه بالنسبه له هو كان نفسه يحج. أكيد يعني معنى كده ان في فوق ال 50,000 كان الحج نفسهم السياحي لم وجاهزين يوفقوا، وجاهزين وكانوا عايزين يحجوا ولم كانوا يوفقوا. نفسهم عندهم الرغبه يحجوا. نعم. احنا عندنا كمان ميزه ان الحج البري لاول مره يرجع بعد كورونا، لانه بعد كورونا احنا ما عملناش حج بري السنه اللي فاتت. السنه دي برضو عشان نيسر الاسعار عملنا حج بري بياخد وقت قد ل 4000 فرصه. ايه؟ بياخد وقت قد ايه؟ بياخد حضرتك يعني نقول يوم ونص، يوم ونص. مش يوم ونص بقى طريق، لا انه بينزل على العقبه فبيركب العباره من نويبع، تمام، ثم يخش المنفذ بتاع السعوديه. انما لو ما فيش المنافذ دي كلها اللي بيمر بيها سواء الاردن او السعوديه ممكن ياخد اقل من يوم. تمام. انما الاوتوبيسات احنا بنبقى لازم لها مواصفات طبعا موديل حديث، طبعا لازم نسيب حوالي 6 مقاعد فاضيه. الحج ده مدته قد ايه اللي اتكلمنا عليه؟ السياحي؟ الحج اللي هو البري، لا السياحي اللي عندك بشكل عام، السياحي وبعدين نتكلم على لا البري. بتختلف. الحج الخمس نجوم مدته بتبقى 14 يوم. 14 يوم. انما ده اللي هو الاقل حاجه. الحج الاقتصادي بيوصل من 20 ل 25 يوم. تمام. الحج البري بيوصل لزي كده 20 يوم برضه. 20 يوم نفسه. تمام. اشكرك يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. استاذ ناصر ترك، عضو اللجنه العليا للحج والعمره.